مش فايق بتسرقني بتسرق سجاير يا حرام السجاير وربنا يامك كنت بجيب القلم وهو القلم والسجاير هي اللي لزقت في ايدك وانت بتجيب القلم يا حرامي يعني كداب وحرامي كمان ها بقول لك يا ماما ما تضربينيش انا بقيت راجل لا يا راجل والراجل يشرب سجاير من فلوس الحال يابا سجاير امه الغلبانه يا حرام السجاير يا ماما ما سرقتش سجاير لازم نسعى الموال ده موال ابنك بكره يغنوا على الربابه تعالى شوف كلفتك العار ابنك بيسرقني بتسرق سرقت ايه يالا والله يابا ما سرقت حاجه افترى يابا افترى امي دي مفتريه ومش هتورد على جنه ده هي اللي جات لي الصبح وقالت لي خالك البرنس محبوس بس اوعى تقول لابوك عشان هضيع فلوس